السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا احبابي؟ النهاردة هنعمل حاجة جديدة كده في الهربيس، ان شاء الله يا رب تعجبكم. وهندخل بقى الوان عشان اخوات العروسة، اصحاب العروسة، عشان الخطوبات. فاحنا هنبدأ ندخل بقى في الالوان وهنبدأ نجدد في الاشكال. الحاجات اللي احنا هنحتاجها طبعا حاجات النحاس، ربط النحاس او العدة بتاع النحاس اللي انتوا عارفينها اهي. معانا شوية كريستال ألوان أهو. معانا بقى الكريستالات اللي هي البيضة، الورود، الأشكال مختلفة يعني من الكريستالات والألمازات. فاحنا هنبدأ نشتغل كده النهاردة إن شاء الله. مبدئيا أنا هلزق بدي، هلزق حاجة على الطوق كده كريستال، حاجة جديدة كده هعملها معاكم النهاردة. أنا هشرح لكم على الطوق ده، لكن أنا هعمل على طوق أبيض. المهم احنا هنبدا نعمل، بس انا هعمل بس الشكل اللي انا هشتغل بيه قدامكم، علشان انا عامله كتير، فانا مش عايزه اخد وقت من وقتكم. وكمان هنعمل حلق كمان النهارده مع التاج اللي احنا هنعمله او الهربيس اللي احنا هنعمله، وهوريكم طريقه الحلق الجديده ان شاء الله. مش عايزين نلغي كتير ونبدا في الشغل على طول. طبعا احنا هنجيب خرزه زي كده، سلك هو 30 سنتي، طوله 30 سنتي. هنحط الخرزة اهو وهنلف الطريقة المعتادة اللي احنا بنشتغل بيها. سواء هنا بقى هلضم وردة، هلضم ألماظة، هلضم الشكل ده، يعني اي حاجة بقى في البداية كده. بعد كده هنجيب الكريستال الالوان، هو لونه بيتي، لونه بني كده غامق، بس بيدي لمعة حلوة. انا لما شفته متعلق على الستاند وانا بجيب الشغل، يعني حاجة الشغل، عجبني شكله فقلت لازم اخده اعمل بيه حاجة. انا هلف البتاع كده، الخرزة كده، وهرجع الف كل ثلاث لفات زي ما احنا متعودين. وهي ما بتبقاش عادة يعني ثلاث لفات في كل الشغل، علشان تبقوا عارفين يعني. احنا هنلفها كده وهنلف كده ثلاث لفات. اللفه دي عشان حد لو سالني كام، انا بعمل على حسب الطول، يعني الطول اللي قريب للالماظه، للالماظه، خرزه، اي حاجه يعني. وايا كان بقى انا هلضم، انا مش عايزه اغيب في الشكل ده، علشان لسه في شرح كتير، فعشان الوقت كمان بتاع الفيديو ما ياخدكوش يعني. هنعمل بقى الالوان اللي احنا عاوزينها، مش شرط اللون ده. المظاطة هيت ابيض، كريستالات ابيض عفوا. بس كده، انا مش عايزة اطول في دي، عشان انا وريتها لكم قبل كده كتير يعني. هبدأ بقى ايه، ان انا هلف كده اهو. انا عامله من الحاجات دي بقى كتير اشكال والوان. بصوا انا جبت الطوق اللي هشتغل عليه، وخدت المقاس اللي انا عاوزاه كده، خدت الطول اللي انا عايزاه اهو، خدت الطول كده، ورحت قايسه اتنين وقصاهم، وجيت باللاصق ودهنت الطوق، يعني المسافه اللي انا هلزق عليه دهنتها كده باللاصق، تمام. وقمت جايه بالالماز ورحت لزقها على الطوق بالطريقه دي. انا هعمل معاكم برضو شغل كتير بالطريقه دي، وسبته بقى ينشف علشان لما اجي اشتغل معاكم يكون ناشف بالطريقه دي اهو. وسبته زي ما قلت كده ينشف اهو، هو اهو نشف يعني، هو الحمد لله جف شوية. وبرضو هنلف عليه سلك نمكن منه اكتر، لان هيبقى فيه شغل. بصوا اهو. طيب هنحط ده جانبا، وجبنا بقى الخرز او الالماز او الشغل اللي احنا اشتغلناه. اشتغل قدامكم الحلقة الاول، وانا فاكرة انا قطعت كده الحلقة اللي انا هشتغل، قطعت كده 30 سنتي تمام، وجبت الكريستالات دي وقسمت السلك كده بالنص بالظبط اهو، بالنص بالظبط، ورحت جايبه كريستاله اهي، جت في النص بالظبط، يعني هلضم من هنا ومن هنا، وهروح لفه اداه واحد. خلي بالكم بقى من هنا عشان الحلق ليه شكل معين
لازم يبقى فيه 2 3 3 لفات بالظبط. وهاجي بقى كده اقوم الماظه لضمه الماظه، وهاجي اقوم بقى. بصوا خلي بالكم بقى من اللف هنا، انا ما سبتش فراغ خالص، يا دوبك ان الفراغ اللي يسمح لي ان انا الف الخرزه، وهقوم لفه لفه واحده كده، واقوم لفها لفه تانية تمام، وهقوم جايه واحده بني. اهي برضو هقوم لفها كده، مش هسيب فراغ يعني، مش هسيب حته، واقوم لفها كده. اصبح الاتنين كده قصاد بعض. هقوم جايه بقى على السلك لفه اهو، بصوا ادا 1 2 3 3 لفات، وهفضل اعمل كده هكذا اهو. انا مش هسيب اي فراغ كده معايا يعني، مش هعمل انا هنا اطولات خرز عشان ده حلق. لفيت الخرزة، هروح لفة واحدة، لفة واحدة بس. ومتاح بقى تحطوا ابيض، تحطوا بني، تحطوا احمر، ده يرجع لكم انتوا. بصوا اهو 1 2، بصوا الشكل هيبدأ يتكون اهو، الشكل بيتكون على طول يعني ما بياخدش وقت. الحلق ده ممكن تعمله اسورة برضو، انا هعمل معاكم اسورة ان شاء الله فيما بعد وهوريها لكم. بين كل خرزة وخرزة نلف لفة واحدة بس كده تمام، بحيث ان احنا نقفل على الخرزة اللي احنا عملناها، وندي بعد بين الخرزتين بحيث يدينا عارفين شكل عنقود العنب بالظبط اهو. بصوا ده هيبقى تبع الهربيز اللي احنا بنعمله. العروسه بقى تبقى نفسها ان هي، او اخت العروسه او صاحبه العروسه لو هتلبسه هيبقى شكله تحفه يعني. تمام، هنلف كده وهنقطع الحته دي. بصوا والحته اللي احنا قطعناها هنلضم خرزه، وهندخل الخرزه في الحته اللي احنا قطعناها بحيث تدي منظر جمال، وفي نفس الوقت ما تشكش اللي هي ايه هتلبسها. وهنروح جايين بالبنسه بتاع البرم اهي، هنروح لفين كده اهو، وهنجيب حلقة. أنا وريت لكم الكيس قبل كده، بيجي ده من عند الخردواتي، بيبيع الحلقان الواحدة ب2.5 جنيه أو على حسب بقى عندكم أهي. وهنقوم فاتحين فتحة كده، هو هي مفتوحة أصلا، هنفتحها وهندخل فيها الحلقة وهنقفلها تاني بالطريقة دي اهي. بصوا جمالها بقى، الحلقتين اهم. انا ما كبرتهمش قوي علشان في بنات ما بيبقوش يحبوا الحلقان طويلة، خليت بس عنقود عنب صغنون كده هيدي منظر بس، وهيبقى نفس على نفس الطقم. طيب نشوف بقى اللي احنا اشتغلنا فيه، نشوف اللي هنعمل ايه. انا موزعاهم كده علشان انا كنت عايزه اشوفهم بالظبط بالتساوي قد ايه، لان انا هعملهم على جوانب التاج او الطوق من هنا بس، لهم بقى ايه، لهم شكل كده بيتعملوا بيه.
انا هوريه لحضراتكم. بصوا اهو، بصي يا حبايب قلبي انا خلصت ديت اهي وركبتها اهو، لكن لسه في شغل هنا في الحته دي، فانا هركب التانيه قدامكم. انا جمعتها التانيه اهي وانا هركبها قدامكم. هناخد بس حته سلك، طبعا السلك ده انا جايبه ربع كيلو سلك ولفاه على دي علشان بيبقى يتبهدل مني يعني. انا هاجي كده اقوم جايه على الطوق هنا، اشوف اسيب الطرف ده كده اهو واقوم لفه كده هنا، الطرف الاولاني اللي انا قطعته الف كده. بصوا امكن قوي، خلاص انا مسكت كده ايه الحته السلك. هاجي بقى هنا اهو، اشوف بس المسافه اهي.